كيف تتكون السحب؟ قلنا الشمس بتطلع بتسخن البر والبحر وتسخن المحيطات، المحيطات بتعمل زي أكنها أذان كبير أو غلاية تبخر المية، تطلع البخار يطلع في الطبقات العالية من الجو فيلاقي الضغط أخف والبرد أكتر فيتكثف إلى قطيرات رفيعة جدا. وعملية التكثف زي اللي بنشوفها في الأبريق ده، بيحط التلج في المية فشوف البخار بيتكثف على سطح. عاملين في صناعة السحب هم البرودة وانخفاض الضغط الجوي. هنحاول نقلد الحكاية دي في المعمل، نفرغ الهواء من المخبار ده وبذلك يقل الضغط، وفي نفس الوقت نتيجة تفريغ يحصل برودة، فيبقى العاملين موجودين. فهنشوف ان ممكن نعمل سحابة صغيرة قوي صناعية، ده نفس اللي بيحصل، هواء يطلع لفوق يخف الضغط تزيد البرودة يحصل السحاب، نفس اللي بيحصل هنعمله في المعمل في مخبار. لما هيقل شوف السحابة الصغننة دي تكونت السحابة على طول، لما شد البيستون خفض الضغط برد، شوف السحابة الصغننة دي عشان نقيسها بالظبط عملوا شعاع ليزر عشان نقيس حجم السحابة وقطرها ونعمل تجربة على السحاب، السحاب الصناعي الصغير ده. أول تجربة عملناها إن احنا رشينا محلول ملح جوه المخبار، بعد ما رشينا محلول الملح كررنا التجربة تاني، عملنا التفريغ حصل البرد وانخفاض الضغط كونت السحابة، وبعدين قسناها بالليزر هنلاقي انها اعرضت شوي بقت اكثر سمكا. شوف بقت لما عملنا ايه اللي حصل، اللي حصل ان حبيبات الملح اصبحت شبيهة بالمركز تكثف، كل حبيت ملح بقت مركز تكثف ساعدت، بقت عامل مساعد. لكن احد العوامل المساعده برضه في تكوين السحب هي وجود ذرات تراب او ذرات ملح او ذرات ثلج او اي حاجه، ده نمو القطيرات بتنمو تحت الميكروسكوب. اي عاملين ميكروسكوب نوري ازاي القطره بتنمو حول ذره ملح او اي ذره تراب او اي هبه صغيره، دي كلها عوامل في تكوين السحب، البرودة وانخفاض الضغط ووجود أنوية تكثف.